بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضه ضد النادي الاهلي. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقره معانا، واول فقره معانا هرد فيها على مدحت شلبي. مدحت شلبي بيتكلم ويرد على الناس اللي بتقول ان الاهلي هو اللي عمل موسيماني. بيقول لك لو الاهلي هو اللي عمل موسيماني، طب ليه الاهلي ما عملش لاسارتي؟ ليه الاهلي ما عملش كارتيرون؟ ليه الاهلي ما عملش مارتينيول؟ ليه الاهلي ما عملش جوزيه بيسيرو؟ ليه الاهلي ما عملش خوان كارلوس جاريدو؟ صراحه عايز ارد على مدحت شلبي، لان الكلام اللي بيتكلمه حق يراد به باطل. عايز اقول لمدحت شلبي ان الاهلي فعلا ما عملش موسيماني، لكن الاهلي ساعد في شهرة موسيماني اكتر واكتر. موسيماني كان اخره ايه؟ كان اخره المغرب عارفاه، لان اغلب مباريات صن داونز في الادوار الاقصائية كان بيواجه الوداد المغربي، فالمغرب عارفينه. لكن ان الوطن العربي والخليج يعرف موسيماني واسمه يلف الدنيا كلها، ما حصلش ده الا مع النادي الاهلي ومشاركته مع الأهلي في كاس العالم للأندية ووصوله للأدوار قبل نهائي كاس العالم للأندية. وده اللي ما حصلش لما شارك بصن داونز وطلع السادس تقريبا لما شارك مع نادي صن داونز في كاس العالم للأندية. الأهلي ما عملش لاسارتي، ليه؟ الأهلي كسب مع لاسارتي بطولة الدوري. لاسارتي كان مدرب على قده، ما هو مش هجيب برضو مدرب تعبان وأقول الأهلي هو اللي هيعمله. لا، مدرب لازم يكون على الأقل مدرب 50% من الموضوع، في لعيبة، في إدارة، في أجهزة معاونة، لكن المدرب مش هو الكل في الكل، ولا برضو يبقى 0%. كارتيرون النادي الأهلي وصل معاه لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن لظروف خارج إرادة النادي الأهلي خسر النادي الأهلي. الأهلي كسب في الذهاب 3-1 في برج العرب، شفنا أتوبيس الأهلي اللي اتكسر، شفنا الأخطاء التحكيمية، الفار اللي اتعطل قبل المباراة، كل ده أثر في نتيجة المباراة وخسر الأهلي 3-0 مع باتريس كارتيرون. مارتينيول كان له ظروفه، الفترة اللي كان موجود فيها مارتينيول كان في لعيبة دلوقتي لعيبة مشهورة ومعروفة، لكن في وقت مارتينيول ما كانش فرقة النادي الأهلي الفرقة التقيلة أو اللعيبة اللي تجيب لك بطولات. مع جوزيه بيسيرو هو ما كملش اصلا مع النادي الاهلي، يعني جوزيه بيسيرو ما لعبش 7 ماتشات على بعض ولا 8-9 ماتشات على بعض وسافر ورجع عشان يدرب نادي بورتو البرتغالي. فما تحسبليش جوزيه بيسيرو من ضمن المدربين اللي ما عملوش حاجه في النادي الاهلي. اما كارلوس جاريدو، خوان كارلوس جاريدو مدرب الاسماعيلي الحالي، فانا عايز اقول لك الاهلي هو اللي عمله، لان بالدليل القاطع الاهلي كسب معاه بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي البطولة الوحيدة اللي دخلت النادي الأهلي مع خوان كارلوس جاريدو. واعتقد خوان كارلوس جاريدو درب في فرق عربية بعد كده، آخرها كان في المغرب، كان الرجاء تقريبا، كان درب الرجاء في المغرب باسم النادي الأهلي عشان درب النادي الأهلي وخد بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النادي الأهلي. فالأهلي بيعمل أسماء للمدربين، لكن بشرط المدرب يبقى عنده شيء من التدريب عشان أقدر أعمل له اسم فيما بعد. في الحرامي واكل ورث اخواته بيتريق على برونو سافيو، قال لك برونو سافيو بعد كده هينزل الماتشات وهو معاه مطوه ولاعب بلطجي ما بيعرفش يتحكم في اعصابه، وانا لو كنت موجود في الاهلي استحاله كنت اتعاقد مع لاعب بالاخلاق دي والسلوكيات دي. يعني اعتقد الكلام ده اتقال على الهوا. اعتقد ان الاهلي لازم ولابد اعلام النادي الاهلي والشؤون القانونية في النادي الاهلي يشتغلوا على حماية كل ما هو اهلاوي. النهاردة انت بقيت مستباح، لعبتك اصبحت مستباحة. السنة اللي فاتت كان المدير الفني بتاعك كان بيتقطع في البرامج الرياضية، وما طلعش للأسف اعلام النادي الاهلي يدافع عن المدير الفني للنادي الاهلي في الوقت ده بيتسو موسيماني. وقلنا يا جماعة مهما هتجيب صفقات ومهما هتجيب مدرب كبير، لازم ولابد قبل أي حاجة لازم تقدر تحمي اللعيبة بتاعتك، تقدر تحمي المدير الفني بتاعك من الأشكال الغير سوية اللي بتظهر في الإعلام أو في البرامج الرياضية واللي شغلتها
الوحيدة ازاي اوقع النادي الاهلي او ازاي اهد النادي الاهلي. اعتقد ان الكلام ده يندرج تحت السب والقصف بالنسبة للاعب البرازيلي في النادي الاهلي برونو سافيو. اتمنى من النادي الاهلي ان يكون في قرار ناخده ضد اي حد، الحرامي، مقشة، الخرم تونس، اي حد تسوي له نفسه انه يتجاوز في حق الاهلي، في حق المدير الفني، في حق اي صفقة تيجي للنادي الاهلي. اتمنى ان يكون في تحرك. عايز اقول للزملكاوية، في ماتش مصر وليبيريا احد الزملكاوية رفع، او مصر والنيجر، احد الزملكاوية رفع لافتة، نادي اللافتات الحقيقي، احد لافتة رفع لافتة معمول عليها صورتين، صورة زيزو وصورة بنزيمة، وزيزو معاه البالوندور وبنزيمة عاملين عليه اكس ان هو لا يستحق البالوندور. عايز اقول لك الارقام اللي هقولها دلوقتي دي مقارنة ما بين حسين الشحات اللي الأهلوية أغلبهم مش عاجبه مستوى حسين الشحات، لأن حسين الشحات عنده أحسن من كده، وبين أحمد سيد زيزو اللي الزملكاوية أو بعض الزملكاوية شايفين أنه يستحق أنه ياخد البالون دور أحسن لاعب في العالم. حسين الشحات لعب مباريات، إجمالي مباريات في كل البطولات مع الأهلي 144 مباراة، زيزو مع الزمالك 150 مباراة، يعني زيزو زيادة مباريات. لكن قدر حسين الشحات مع الأهلي يحقق الفوز في 100 مباراة، زيزو فاز فقط في 94 مباراة. مساهمة الأهداف، حسين الشحات ساهم في 69 هدف، زيزو 76 هدف. ليه 76 هدف؟ لسببين. السبب الأول إن زيزو لاعب 6 مباريات زيادة. السبب الثاني ان زيزو جايب 17 هدف من ضربات جزاء، بفارق 14 هدف عن حسين الشحات. حسين الشحات جايب 3 ضربات جزاء، هو جايب 17 هدف، فالفارق في المساهمات ما بين حسين وما بين زيزو 7 اهداف، هو جايب 14 هدف بس من ضربات الجزاء الترجيحية. 35 هدف احرزها حسين الشحات، وزيزو جايب 43 هدف، اخصم منهم 14 ضربة جزاء فارق ما بين الاثنين، هتعرف ان ارقام حسين الشحات افضل بكتير من ارقام احمد سيد زيزو. زيزو جمع مع الزمالك 6 القاب، حسين الشحات جمع 8 القاب، منها القاب قارية. خلي بالك في الالقاب، لان ما تجيش تساوي السوبر المصري السعودي بدوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي، ما تساويش السوبر المصري بدوري ابطال افريقيا. لكن الألقاب اللي جمعها زيزو مع الزمالك 6، ما فهمش دوري أبطال أفريقيا، عكس حسين الشحات اللي كسب مع الأهلي لقبين دوري أبطال، حصل مع الأهلي 2 برونزية كاس عالم. ومع ذلك البعض بيجد أن حسين الشحات مستواه قليل أو مش عاجب البعض من جمهور النادي الأهلي. طيب النهاردة في تسريب صوتي للكابتن طارق السيد، واللي بالمناسبة طلع نفاه برضو عشان إحقاقا للحق وحق الرد مكفول. لكن الكلام اللي اتقال النهاردة اللي منسوب لطارق السيد كلام صعب جدا، خلي بالك. قال ان في كلام ما يقدرش يقوله بشكل مباشر عشان الناس اللي بتسجل، بس يعني فيما معناه يا جماعة الأهلي الفترة الجاية هيتم تحجيمه ومش هيبقى زي الأول. خلي بالك ده طارق السيد اللي طلع من سنتين قالك أنا شامم ريحة الدوري وقد كان، والسنة اللي بعدها أنا شامم ريحة الدوري وقد كان. الناس دي بيبقى عندها معلومة، مش صدفة لما يخرج طارق السيد ويتكلم من سنتين في الوقت اللي الأهلي كان واقف على رجليه وراكب، ويقول لك أنا شامم ريحة الدوري للزمالك بالرغم إن كان فارق النقاط لصالح النادي الأهلي وقتها. لا، في حاجة غريبة كمان لما يخرج ميدو من أيام قليلة ويقول لك احنا مش هنسمح ان الاهلي ياخد رعاية اكتر من النادي الاهلي، ويجي بعد كده يحصل عرقلة للشركات الراعية اللي عايزة تيجي تاخد رعاية النادي الاهلي. لما يطلع النهاردة طارق السيد يقول ان في تحجيم هيحصل للاهلي خلال الفترة القادمة، اعتقد الموضوع بقى باين للكل. لازم الناس تطلع تحاسب الناس دي، هل الناس دي بتتكلم عن معلومة؟ هل الناس دي بتقول اي كلام وخلاص؟
وبتيجي بالصدفه بعد كده، الكلام اللي بيتقال ده يثير التعصب ويثير الفتن. وعلى اداره النادي الاهلي الحرص كل الحرص، الحرص كل الحرص خلال الموسم الجديد. احنا ضيعنا من ايدينا 2 دوري وسكتنا مره عشان خاطر اللمساس وعشان خاطر مشاعر جماهير الزمالك، وقلنا مش مشكله، لكن ما بقاش ينفع السكوت. الزمالك كسب 2 دوري لا يستحقهم. اعتقد ما بقاش ينفع ان احنا نسيب الدوري الثالث على التوالي يروح لصالح نادي الزمالك واحنا ساكتين. على اداره الاهلي التحرك منذ بدايه الموسم واظهار العين الحمراء للكل، بدايه من اتحاد الكوره، الحكام، الاعلام، اي حد يتناول النادي الاهلي بالسوء، على اداره النادي الاهلي الرد فورا وبقوه عشان ترجع هيبه النادي الاهلي. النهارده والتر هوج محترف النادي الاهلي الجديد، لاعب اللي انتقل لصالح النادي الاهلي بعد ما كان محترف في الزمالك، راح بعد كده بورتوريكو قعد 4-5-6 شهور وبعد كده رجع للنادي الاهلي. النهارده كان فيه هجوم قوي جدا جدا على والتر هوج على صفحته من احد المشجعين المنتمين لنادي الزمالك او المنتسبين لنادي الزمالك. والتر هوج رد عليه رد قاسي جدا، افحمه بالمعنى كده افحمه. قال له ايه؟ قال له انا طول فترة لعبي للفريق لمدة 2 لم احصل على اموال، وبالرغم من كده ساعدت وشاركت فريقك على الفوز بالبطولات، وبعد عودتي من بطولة البال طردوني من محل اقامتي، وبرغم ده قدرت اهديكم الفوز بالدوري المصري والسوبر المصري. كلام صعب جدا، كلام بيبين لك كيفية تعامل نادي الزمالك مع والتر هوج، والراجل رد عليهم بايه وجاب لهم بطولات قد ايه، وبالرغم من كده بيشتموه برضو على صفحته الرسمية. النادي الاهلي بينهي صفقتين جديدتين لتدعيم فريق الشباب والناشئين في النادي الاهلي. النادي الاهلي ضم 2 لعيبة لتدعيم فريق 2003، اللاعب الاول عبد الله مصطفى لاعب وسط فريق سموحة، واللاعب الثاني اسمه احمد طعيمة، احمد طعيمة لاعب مصري محترف في الدوري اليوناني. الاثنين تم ضمهم للنادي الاهلي وانتظموا في تدريبات النادي الاهلي فريق 2003. الاثنين عندهم حوالي تحت 19 سنة، أتمنى أن الأهلي يستفيد بهم خلال الفترة القادمة أو يتم تصعيدهم للفريق الأول بالنسبة للنادي الأهلي. معرفش ليه جمهور النادي المنافس عنده حالة من القلق تصل إلى درجة الرعب من الصفقتين البرازيليتين للنادي الأهلي، بداية من الداهية برونو سافيو اللي بمجرد ما وصل للنادي الأهلي تراكمت الشائعات على برونو سافيو، شوية ده لاعب بلطجي، ده لاعب هيتوقف سنة، لا ده هيتوقف 6 شهور، لا ده الانتربول الدولي عايزه، لا ده لعيب خطير، لا ده لعيب بايظ، لا ده لعيب مصاب، لا ده لعيب مش عارف ايه، شوية اصل الاهلي اتضحك عليه، اصل في اهدار مال عام، اصل في سمسارة على صفقة سافيو. مجرد شائعات الغرض منها تشتيت الانتباه على صفقة النادي الاهلي واسقاط صفقة النادي الاهلي من الناحية النفسية. اللاعب الثاني وهو الداهية البرازيلية الجديد باذن الرحمن، وهو مارسينو، اللاعب اللي باذن الرحمن خلال الساعات القليلة القادمة يصل للقاهرة من اجل انتهاء الكشف الطبي وتوقيع الكشف الطبي عليه، في حال اجتيازه هيتم توقيع العقود مع النادي الاهلي. لكن المفاجأة ان كمية انفعالات وغليان وغضب داخل ابناء ميت عقبة، الدنيا بايظة خالص، ازاي الاهلي عمال يجيب صفقات اجنبية وبيدعم نفسه لمجرد انه خسر الدوري، وعمال يجيب صفقة برازيلية زي سافيو، ثم بعد كده مارسينو، الاهلي بيجيب فلوس منين؟ اهدار مال عام، لا ده الاهلي بيسرق، لا ده الدولة بتدعم الاهلي، لا ده مش عارف ايه، ده غسيل اموال. ايه ده؟ ايه ده؟
ده لمجرد ان انا جبت اتنين لعيبه، ولو بصيت للاتنين اللعيبه مش هتلاقي القيمه بتاعتهم متخطيه ال 3 مليون دولار، مش هتلاقيهم متخطيين ال 3 مليون دولار، في حين ان انتوا كنتوا عايزين تدوا فرجاني ساسي 2.5 مليون دولار لوحده ورفض ورفض. لكن زي ما قلت لك قبل كده، هي بتبقى حلال ليهم وحرام على الاهلي. النهارده كان في مشكله في نادي الاسماعيلي، اشتباك ومشاده حصلت بين اللاعب احمد مصطفى صانع العاب نادي الاسماعيلي مع مدير الكوره كابتن حسني عبد الرب، جريده حاول يتدخل عشان يفصل ما بين الاثنين. اللاعب انسحب من معسكر نادي الاسماعيلي، كان في محاولات من اللاعبين لاحتواء الازمه والمشكله والخناقه، ولكن اللاعب ترك معسكر الاسماعيلي وخرج من المعسكر ولم يعد حتى الان. السبب في الخناقه، السبب في المشكله، لحد اللحظه محدش عارف ايه السبب في مشكله الاسماعيلي النهارده، او الاشتباك او الخناقه اللي حصلت بين حسني واحمد مصطفى. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام.